النجم اليوم 90 دقيقة، 90 دقيقة للنجم رح يكونوا من أصعب الدقائق. بيتقدم نصار، بيخسر الكرة، كبيرو كمان بيخسر. السبع كان عم يخرج من مرميه ويلتقط الكرة على الحاج من لمسة واحدة، كرته مقطوعة حاليا من بلال نجدي ما وصلت للمعتوق. زالت الكرة النجموية مع داركو، داركو بيرفعها داخل منطقة الجزاء. قوم يا كبيرو قوم، ما في شيء أبدا. كرة إلى وسط الملعب مقطوعة بالرأس من الجلول كبيرو موسى، تبقى نجموية الخطورة مع علي الحاج. راح شوي تعقد الأمور على النجمويين، لكن إذا افتتح النجم على التسجيل راح يكون مرتاح كتير بالشوط. علي الحاج بيرجع الكرة لتيو ويكس، منه لبلال نجدي بيتركها بدوره لعباس. علي السبع كان السبع بركلة الجزاء وقدر يحرم فريق الأنصار من هدف التقدم. أمامية عالية ماهر صبرا، تيو ويكس وبلال نجدي، الكرة بالنهاية عنين علي الحج، يخسر الكرة علي الحج، ترجع بتنتهي الأنصار جهة اليمنى. مين عم بيكون وراء علي بزي؟ لاعبين سريعين كتير ليقدروا يمولوا الكرات لخط الهجوم. حسن معتوق، حسن معتوق بيحصل فريق الأنصار على آخر الدفاع. فريق النجمة مثله مثل ماهر صبرا، هالمدافعين فعلا من أول الدوري يلي عم بيقدموا موسم أكثر من رائع مع فريق النجمة. عدنان حيدر منه لتيو ويكس، تيو ويكس، تيو ويكس، تيو ويكس على الجهة اليمنى لعند بلال نجدي. بلال نجدي بده يجرب يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء مثل ما بدك على المسطرة من بلال نجدي. شوفوا تيو ويكس وهالكرة الرأسية بين إيدين علي السبع. فرصة أنصارية خطرة كتير مع هجمة مرتدة. حسن معتوق، حسن معتوق بيتقدم مش لوقت كتير، عليه لاعبين، التعليمات واضحة ممنوع. بحرك الكرة لقاسم الزين، بالمناسبة يعني تقدم نادر مطر تغير مركز وصار خلف كبيرو موسى مع دخول علي بازي، تعديل على استراتيجية النجمة الهجومية الدفاعية. بلال نجدي بيرجع للخلف، إيدين علي السبع. علي السبع اليوم يعني عمل اللي عليه، عمل بنالتي شربيل، عوض الخطأ وخلى فريقه، خلى فريقه بالمباراة. يعني شفناه خلص كرة للحج مالك مرة ومرتين وثلاثة، بس المطلوب انه زملائه يسجلوا. الحج مالك وعلي السبع كمان مواجه.